الحضارات تميزها سمات الجغرافيا والتاريخ، ولكن تمتاز حضارة أهل السودان بمواهب الإنسان القادر على الإضافة وابتداع الكلمة واللحن والمشاعر المسافرة في الناس والأشياء شعرا وموسيقى. حين خدت المجد في الأرض دنوبا، حين خدت المجد في الأرض دنوبا، عزلت إرهاقا أزمانا وروبا، عربا نحن حملناها ونوبا. أنا التياني حاج موسى بسلم عليكم و بصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول لكم كل الناس اللي بيشوفونا أسأل العلي القدير أن يأتي العيد مليء بالأفراح، وأن يأتي العام القادم خيرا ورخاء لكل سكان هذا الوطن الحبيب. وأسمحوا لي أن أحيي هذه القناة الجميلة، واللي أنا كثيرا ما تعاونت مع طاقمة، وأنا بعتقد إنها واحدة من القنوات المحببة لي لأنها بتعنى بالثقافة، وفي الثقافة بتعنى بفن الغناء والموسيقى. رشحوني عشان أنا أجي أقدم حلقة أو حلقتين حتشوفوني عبر هذا الشهر الكريم، وبقول لكم برضو أنا سعيد إنه أتكلم عن الثقافة من مدخل حضاري. ولما نجي نتكلم عن الحضارة طوالي الشعار اللي قدموه أبنائي وإخواني أو أخي ميزوب أنثى للرائع الراحل المقيم الأسطورة الموسيقار الكبير والفنان محمد وردي، حين خط المجد في الأرض دروبة. العرب والنوبة، لما نيجي نتكلم عن العرب والنوبة نحن بنرجع تقريبا 7000 سنة قبل الميلاد، لنؤكد بأن حضارة الإنسان كانت في حوض النيل، وحضارة الإنسان بدأت مع أجدادنا القدماء النوبة. وسبحان الله، يعني لما تدق الدلوكة في بيت العرس أول أوركسترا تعزف، وبعد شوية الناس يقوموا يعبروا بالرقص عن مشاعرهم نحو الأغنية، ما بتقدر أنت تعرف الناس اللي بيرقصوا ديل قبائلهم هشنو، لكن هم كلهم منصهرين في بوتقة واحدة. هذه البوتقة بوتقة الجمال النغمي الغنائي الموسيقي. عشان كده أنا بحتفي بالثقافة، وبقول يا ريت أخواننا في مجال السياسة ينتبهوا لهذا الأمر، يعني ما يخلوا الثقافة بنظرة الصفوية إنه هو يوم يجي رمضان أقدم حلقات زي دي، أو يوم العريس، أو يوم كده. حقه يخلوها حركة دائمة يومية على امتداد اليوم. الناس يسمعوا غناء ويشوفوا مسرح ويشوفوا كل روافد العمل الثقافي. أنا بفتكر إذا ضخينا كل هذه الأنهر بننعم بسودان موحد، وسودان ينتمي إلى حضارة أصيلة. في البداية بيسعدني سعادة شديدة أن أقدم أخي وصديقي وجاري في يوم من الأيام الأستاذ، وأقول الأستاذ مجذوب أنثى، وهو أيضا غير أنه من حداة الرقب المطربين اللي بيمتازوا ما شاء الله بصوت جميل وصوت مترع
بالطرب والصوت محتفظ بأصالته الجبهة من الشمال. أقول هو سكن معانا في حي العباسية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ولحسن حظه ابن عمه له الرحمة أحمد أنسة نزل معه ضيف، والكلام ده كان في محطة السنادة. أنا بعتقد يعني أنسة وأنا من الناس المحظوظين، لما أنسة جاء من 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 عطبرة وأنا جيت من الدويم ونزلنا في العباسية. لما نتحدث عن العباسية بنتحدث عن منطقة جميلة جدا تعج بالمبدعين من شتى صنوف الإبداع. هناك انطلق مجذوب أنسة، ولغاية هسه في أذني الروح تطولته والأغنيات الجبيهة أصلا جبهة من هناك. لكن الليلة هو حيغني لنا رايعة من ألحان الراحل المقيم المطرب الكبير له الرحمة والمغفرة صلاح ابن البادية، ومن كلمات الراحل المقيم الشاعر العظيم أستاذنا إسماعيل حسن حيغني لنا طير الرهو. اتفضلوا. البعيد بالسوي أو
بسيطة لذيذة لذيذة. بابا
نمشي ليه أرض الحبايب يا حناتو بدي غيش والدنيا ضو يا سلام يا سلام لما اهتاني تبقى شوقك مع قلبي يا سلام داير مع قلبي زيتي ميرا شمال لما في ظني يفرهد يا سدى لما النفاري نبقى شوق داير مع قلبي زيتي ميرا في شمال دايما في ظني يفرهد انت شي الدنيا وانت زغرت انت شي الدنيا وانت زغرت والنغام الحلوة تصبقنا وتنكر قرن كو كو يا سلام انت شي الدنيا وانت زغرت انت شي الدنيا وانت زغرت والنغام الحلوة تصبقنا وتنكر قرن كو كو يا سلام انت شي الدنيا وانت زغري انت شي الدنيا وانت زغري والنسام الحلوة تصبقنا وتنكر قرن كو كو يا سلام يا سلام يا يا سلام يا سلام انت شي الدنيا وانت زغري انت شي الدنيا وانت زغري والنسام الحلوة تصبقنا وتنكر قرن كو 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 يا سلام يا سلام يا يا سلام يا سلام والله يا طير الرهو. طيب قبل ما نغني الأغنية الثانية بقول الأمنيات لكل أهلي على امتداد ربوع هذا الوطن إنه يصوم ويفطر على خير. ربنا يجعلني وإياهم جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم الشهر الجميل. لاحظت أستاذ مجذوب أنسى لما هو بيغني يعني خش في زي ما تقولوا خش له في غيبوبة كده بتاعت شجن. وهكذا هو المغني اللي بيغني عشان يطرب رقبته. ومجذوب احد الناس اللي هو بيغني وبيسمع صوته وربنا يديم عليك نعمة هذا الصوت الجميل. وبعدين دي برضو فرصة وهذا شهر كريم وشهر مغفرة وتوبات. دعونا نبتهل جميعا للراحل المقيم صلاح ابن البادية انه ربنا يرحم رحمة واسعة بقدر هذا الكنز الزاخر اللي تركه للأمة السودانية إلى أن تقوم الساعة. هو رجل فنان وشفتوه كيف صاغ اللحن بتاع طير الرهو ده. بعدين شوفوا العبقرية بتاعت هذا الرجل. هو لم يدرس موسيقى لكن هكذا هم أهل السودان حينما تكون الموهبة عالية. لما جاي يتكلم عن تنقر بابنا كو انت بتحس بانه هو حينما ألف هذا الكلام خدت في باله الصوت بتاع كو 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 حق الباب. وعشان كده مجذوب قام غناها رددها أكثر من مرة. وأيضا لأسرة الراحل المقيم إسماعيل حسن بنقول لهم تصوموا وتفطروا على خير. أنتم أبناء رجل عظيم ترك بصمات واضحة في خارطة الغناء السوداني ومش في خارطة الغناء السوداني في وجدان الأمة السودانية. وكل ما أنا أسمع بلادي أنا بكون مبسوط بسطة شديدة في بلادي أنا دي اللي هي بتعتبر ملخص
لمجموعة الحلقات دي اللي نحن بنتكلم عن الهجين بتاع أهلنا النوبة. برضو من ضمن الأشياء الدائرة أقولها الاستفادة، يعني كثير من المبدعين كان مؤلفين موسيقيين أو كان شعراء بيستفادوا من التراث. يعني زمان في أرض الحجر بنلاقي الراحل المقيم سيد محمد عمر، هو غنى الريلة وغنى القمر بوبا وغنى هنا كله كان بالرطانة. بعد ذاك جات تمت معالجات جميلة لهذا الغناء والاستفادة من التراث ويتقدم باللغة باللهجة السودانية اللي هي لغة كل أهل السودان. تاني في كلمة ينبغي أن نقولها وبشدة، العازف السوداني، يعني أنا ما شفت أمهر من العازف السوداني. يعني كثير لما نشوف الفضائيات بنلاقي العازفين في الوطن العربي أو في أوروبا بيخطوا قدامهم النوت الموسيقية وبعدين بيقوموا يقروا من النوت الموسيقية ويحولوا اللغة الموسيقى إلى أنغام. العازف السوداني ما شاء الله من وهبه بمزيك تتحكره بس قول له النغمة، بعد شيء بتلاقى أصابعه بتجري على الأوتار. برغم أنه كل الآلات دي يمكن الإيقاع يكون ده سوداني، لكن كل الآلات دي هي آلات يعني نقدر نقول استورد العازف السوداني وهجنا عشان تقوم تعمل لنا الموسيقى السودانية الجميلة دي. طيب تحدثنا عن الريلة وهي من كلمات إسماعيل حسن وأداء العبقري محمد وردي، بيغني علينا ابننا عبد الغفار عبد الوهاب، وتاني داير المشاهدين هم بيسمعونا في هذا الشهر الكريم يحاولوا يسمعونا ويخطوا في بالهم الاستفادة من التراث واكتراره وتوظيفه وتحويله إلى أغنية معاصرة تعيش بيناتنا. الريلة دي أغنية قديمة جدا جدا، يعني زي ما بقولوا قديمة قدم الكسرة، والتحايا موصولة والتبريكات لأسرة الراحل المقيم أيضا الأستاذ حمد الريح يرحمه الله، فهو عايش بيننا بكل ما تركه من إرث موسيقي غنائي يعني سيعمر قلوبنا وبعدين سيعمر برضو الأفراح في هذا الشهر الكريم. نسمع للأغنية الثانية وابننا الفنان عبد الغفار عبد الوهاب والفرقة الموسيقية المصاحبة. المطامير
ليش وصل خلل فوق العتامير قلبي كركر عدودي ما سماه عكير السمر مرعاك يا قش التحذير الله لي أزال الولف ليك قلبي خراب أنا بمشي واتلفت لما النهار غاب حديثك لي أكيد أنا والله كذاب حديثك لي أكيد أنا والله كذاب حد ما لم لمهين خاطري ما طاب ليل أمونا في غرب الضيافة لالي وجات تندل بالوديان عديلة وجات تندل بالوديان عديلة وتمشي قدم قدم المشي ريلة الكحلة بلا كحل التلقبيلة وتشكي من الطراح تقول تقيلة نفسك تجمع جوا الفتيلة التقيل التقيل فزع على راجيل كي ما بيدوك لي زلم مساكين اللي واحد النخل مزروف في البساتين السواقي وقت صح كانوا نايمين لالي أزال الولف ليه قلبي خراب أنا بمشي واتلفت لما النهار غاب حديثك لي أكيد أنا والله كذاب حديثك لي أكيد أنا والله كذاب حد ما لم لمهن خاطري ما طاب الليل أمونة في يا باب الله لالي Yeah.
رمضان كريم. انا بفتكر ابننا عبد الغفار اسل كره في ملعبك ما شاء الله، انت غنيت اغنيه قديمه جدا جدا وبعد ذاك جددوها اقول جدودك او اعمامك العبقري محمد عثمان وردي والعبقري الشاعر اسماعيل حسن، وتاني يمكن يجي جيل بعدك يدي الاغنيه دي ألق. لكن الدائره يقولوا لك من اسمع كلامي وكلام استاذ مجذوب انسى واستاذنا عجاج وقاعد معانا خلف الكواليس. شفت هذه النعمه الجميله بتاعت الصوت الجميل اللي اداك له؟ عب ما تشاء من 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 ارسل اجدادك والناس ديل، لكن انت برضو قادر ان تضيف إضافة قيمة جدا بإنتاجك الجديد وتضع اسمك ضمن هذه القائمة الرائعة من حداد هذا الوطن الجميل. بعدين الدائرة أقوله لكل أهل الثقافة، لغاية الساعة نحن لم نقدم إرثنا الموسيقي الغنائي للعالم، برغم أنه أنا سافرت كثير، يعني مشيت كثير بلدان أوروبية وأفريقية وآسيوية، ما وجدت يعني ثراء فاحش في الأنغام والإيقاعات مثل هذا الثراء السوداني. يعني هسه لو أخواننا الموسيقيين جينا نكلمهم عن مجموعة الإيقاعات الموجودة في السودان ومجموعة الإرث من 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 الغناء القديم المتوارث، كنز لسه مكفول. يمكن يعني حولنا نحن هنا في السودان وجايز الدول القريبه مننا جيراننا ديل يتاثروا بينا، الثمانيه دول المحيطه بهذا الوطن الحبيب. لكن الدائره اقوله نحن مفروض نعبر من هذه المحليه إلى الإقليمية وإلى الدولية، وهذا لن يحدث إلا إذا احتفت الدولة بهذا الإرث الإنساني الجميل. قبيل يعني في حاجة جميلة حصلت وقاعدة تحصل، وأرجو أجيالنا الشابة يعملوا برضو كده. يعني شفت يا عبد الغفار عمك الراحل المقيم صلاح بن البادية، وهو شاعر وملحن ومؤدي ودرامي فنان شامل. شوف قام أدى الراحل المقيم حمد الريح أداه طير لها واحتفى معاه وحضر معاه البروفات كلها. ده كله بوريك إنه الإنسان السوداني فعلا هو التميز حقه اللي حصل ده من الإرث القبيل اللي تكلمنا عنه في بداية هذه الحلقة، إرث سبعة قرون أو سبعة آلاف سنة لورا. وبعدين شهدوا لنا بالحاجة دي ما علمائنا نحن بتاعين الآثار في السودان، شهدوا لنا الخواجات الفرنسيين وعلماء الآثار بأنه نحن فعلا النوبة دي الحضارة النوبة ما حضارة سهلة. طيب انتوا ونحن هنقوم نعمل حاجة انا عملتها بدري في الثمانينات من بعد ما فات الاوان، الليلة جاي بتعتذر بترجع ايامنا الزمان من وين اجيب لك العذر وفرحت بيك مديت دروب الريت سماح وغزلت ليك طيبة مشاعري غطى وشاح، لكني واضعت رجاي رديتني مكسور الجناح وسقيتني بعد الحلوة مر ومن بعد ما فات الأوان. الليلة جاي بتعتذر يلبي غرورك كم قسيت كان ظني فيك تكون حنين، غالبت أحزاني ومشيت في سكة الشوق بالسنين وبرايا بالنار انكويت، صليتني بعد الغربة بين لحد ما كمل الصبر. وده تقريبا اللحن الثاني اللي انا اعمله لاخونا ربنا يمتعه بالصحه والعافيه المطرب
عبد الوهاب الصادق انا اديته الاغنيه دي من كلماتي والحاني واديته له حبايب زي ما بتقول. لكن نسمع دي نسمع من بعد ما فات الاوان معجب بها ابننا علي الامين. علي الامين والفرقه الموسيقيه نسمع ابننا علي الامين ونشوفه حيأدي من بعد ما فات الاوان كيف. Rajaya,
الشوق والسنين ألف لحزاني ومشيت في سكة الشوق والسنين طيب بقول لكل الناس اللي بيشوفونا وعبر هذه الفضائية الجميلة واللي أنا شخصيا بحبها يعني بقول لهم نحن لو جينا نرجع لزمان أستاذنا ربنا يرحمه أحمد الطيب الفنان التشكيلي كان بيتكلم عن السوداناوية لو بتتذكروا كانت في مقالات شهيرة له وبيتكلم عن السوداناوية لما نجي نتكلم عن السوداناوية ما بنتكلم عنها بمنأى عن النوبية يعني لما نجي نشوف هنل في هناك في كادوغلي في أقصى الجنوب الغربي ونجي نتكلم عن
النوبيين في أقصى شمال الوادي لغاية ما أنت تمشي على أسوان. لو جينا رجعنا عشان نتكلم عن الأنثروبولوجي أو علوم الاجتماع بنلاقي أصل الإنسان السوداني هو أصله هو أفريقي ونوبي. بعد ذلك جاءت المسألة بتاعت الهجين، يعني تلاقي واحد في الليري لكن الجينات حقاته والروتس حقته تلقاه منحدرة من شمال الوادي. و يعني أنا من الدويم النيل الأبيض، لا يمكن أن أبرئ نفسي بأنه أنا ما لي علاقة أو والدتي دار السلام ما لي علاقة بالنوبة. ولكن خلونا نقوله بحبك يا سودان، نحن سودانيين شكلنا كده. وإن أفردنا هذه الحلقات كلها لأثر الثقافة النوبية بالتحديد في مجال الموسيقى ومجال الغناء، أنا بشكل أو آخر بكون نوبي. لو جينا نشرح الحاجة التشريح الصحيح وخطيناه في مجهر علم الاجتماع، الزول الجاي دارين نتكلم عنه برضو واحد من عبقريات أهل السودان اللي هو الجغريو. وحينما أتحدث عن الجغريو أنا بتحدث عن فنان مغني وشاعر وملحن، وعندنا في السودان هذا الأمر بدأ كده. يعني أيام ما كانوا الناس بيغنوا بالكرير وبيغنوا بالطنبور وبيغنوا بالعصي وبيغنوا بالنجارة أو بالأمكيكي أو بالسبيب، كان المغني والملحن والشاعر بيكون هو زول واحد. ويمكن انسحبت الحاجة دي لغاية ما وصلتنا نحن. هسه أنا بقيت من بدري بكتب الأغنية، وكثير من أغنياتي أنا لحنتها، حتى أستاذنا وأخونا مجذوب أنسى عنده أفتكر برضو عندك مقتول هوا مغرم صبابة. فالحتة دي بريضة دايرة 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 بحث أو دايرة زول يتكلم عنها، يعني متى ظهر الفنان الشامل المغني والشاعر والمطرب في آن واحد؟ الجغري واحد من تلك العبقريات، واستفادوا منه من أهله الراحل المقيم عميد الفن السوداني أحمد المصطفى وسيد خليفة وخلف الله حمد وعدد مهول جدا من ناسنا، ناس العيلفون وناس الدبيبة. أنا بحييهم بقول لهم تصوموا وتفطروا على خير، أنتوا خلد المنطقة واحد من الناس العبقريات واللي كان مفتون ومسكون بالغناء السوداني. حنسمع له أغنية من أغنياته الجميلة غنوا عدد من الفنانين، لكن خلوني داير أقول وأنتوا بتشوفونا في هذا الشهر الكريم، ليه الغناء؟ دي أسئلة أنا بطرحها لكم، يمكن بعد ما تنتهي الحلقة حاولوا ناقشوها أنتوا على مائدة على أبري على مائدة السحور. ليه الغناء بيشدنا؟ وليه لكل واحد فنان؟ وليه الغناء بيجمعنا نحن كلنا؟ يمكن في بداية الحلقة أنا داير أقول يجب أن ننتبه إلى القواسم المشتركة التي يمكن أن تحدث ثقافة الغناء والسودان، الغناء السوداني والموسيقى. الحاجة دي مهمة جدا جدا يعني. وبعدين ليه منلاقي واحد من أقصى جنوب الوادي بيغني لأقصى شمال الوادي؟ نلاقيه يمسك الطنبور اللي هو الربابة دي حقت هنا الشايقية ويقاع الدليب ويغني وهو رطاني، هو من أقصى جنوب الوادي. نطرح السؤال ده نقول ليه أثرت من أقصى الشمال ظهر هذا الأثر لغاية ما وصل أخواننا في جنوبنا جنوب الوادي.
وكذا الحال في شرق البلاد وغرب البلاد والوسط. هذا الخيط وهذا النسيج لا بد أن نذاكر كتابنا فيما يتعلق بالحضارة النوبية وحقه وليداتنا اللي لسه بيقروا تاريخ وبيقروا آثار يعينونا عشان نشوف إلى أي مدى هذا الأثر القديم انطرح حتى على حياتنا المعاصرة. الآن يشجو لنا النور أنور نمر. يصادفني الحبيب وبشنو؟ بحشمة سالمت مش كده؟ أو سالمني الحبيب. هي كلمات والحان الجغريو بنسمعها من أنور نمر. يلا نسمعك أملانا طرب والفرقة الموسيقية. Thank you.
عارف له بعد ليه وقول عطفة بعد ليه ولكنه كان جنبي وقالي حظك وقفينك لأني سلامك صدق الحبيب سلامك لكني أمير سلامك وقلبي سلامك وسلمتم قديمي سلمتم حبيب ريدي سلمتم يا حبيبي انا قلبي سلم وسلمتم ليك انت سلمتم حبيبي ريدي سلمتم كثير ريدي سلمتم يا حبيبي انا قلبي سلم وسلمتم ليك انت سلمتم والمريض سلمتم يا حبيبي انا قلبي سلم وسلمتم ليك انت سلمتم البريد وسلمتم ليك انت سلمتم حبيبي سلمتم صادفني الحبيب تعيش مسالمني تركني ابي سملاني وقلبي سلمته باني سلمته. كل الناس اللي بيشوفونا عبر هذه الفضائيه الجميله قناه ام درمان ولكل من يتابع هذه القناة بقول لهم تصوموا وتفطروا على خير وإن شاء الله أنا والمجموعة المعاي والفريق العامل في هذا البرنامج نكون قد بعثنا شيء من السرور إليكم في هذا الشهر شهر الرحمة وشهر الغفران. يمكن أنور هو بيغني طوالي الذاكرة مشت لعميد الفن الراحل المقيم أحمد المصطفى لأنه الراجل الجغريو ده بيبقى له في الحزبة يا خاله أفتي أو عمه هو قريبه يعني في رحم بيناتهم وفي مجموعة من الأغنيات غناها العميد. لكن السؤال ليه أنور الشاب ده الأغنية دي العمرة 100 سنة لسه عايشة؟ ليه نحن كلنا في الاستوديو ده قمنا انفعلنا بهذه الأغنية برغم أن الأغنية دي موضوع زمان البنية ما كانت كثيرة في الشارع مصادفة بس الزول يلقاها صادفني الحبيب وبيحش ما سالمته. كيف انتقل هذا السلوك الإنساني الزمان ولسه ما عاد هنالك يعني امرأة من وراء الجدران ولم تعد الفتاة لما انتجبت الحفلة بتقبل على الحيطة. الأغنية دي المناخ والجو والتاريخ اللي اتعملت فيه مختلف تماما عن هذا العالم بتاع الكمبيوتر وبتاع الهاتف الذكي لكن لسه الأغنية دي
محتفظة بعناصر بقائها، والدليل على كده كلنا نحن انفعلنا بهذا الغناء. ده برضو بيورينا بيطرح السؤال الطوال أنا قاعد أسأله، ليه أثر الغناء والموسيقى بيمتد عبر الأجيال؟ ده برضو سؤال أنا بطرحه للناس اللي قاعدين يسمعونا، الغنى القديم ليه بيعجبنا؟ ودارين نختم هذه الحلقة، وأنا أتمنى أنه أكون وفقت في أنه أتسامر معاكم أنتوا اللي قاعدين تشوفونا عبر هذه الفضائية. داير أقول من الناس الفنانين المبدعين غير الجغريو بنشكر بالخير كله أستاذنا عبد الرحمن الريح، وأنا سعيد سعادة بلا حدود لأنه كم جلسنا معه، والراحل أستاذي محمد بشير عتيق قعدنا في مبدة واستمعت إلى ذلك الرائع الملحن والمؤدي والعازف والشاعر عبد الرحمن الريح، والذي قدم عدد من الأصوات الغنائية اللي سجلت في إذاعة أم درمان منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، وعلى رأسهم الفنان الزري إبراهيم عوض. وإبراهيم عوض ده كمان الله يرحمه ويغفر له، أنا بحيي أسرته وبحيي كل أهلنا في حي العرب. أقول إبراهيم عوض إحدى العبقريات أو إحدى اللآلئ والدرر في عقد الغناء السوداني، واللي جلاها و يعني خدتها في بترينة جميلة أستاذنا عبد الرحمن الريح، ولا زالت هذه الأغنيات قائمة. يعني الناس اللي قاعدين كتير يلاقونا ويتكلموا معانا أو في الجرائد، الناس بينزعجوا كتير لبعض الغناء فيما يعرف بالغناء الهابط أو الغناء غنى السوق زي ما بقولوا. أنا بقول لهم الغنى الزي ده ما بيعيش، بيعيش الغنى اللي نحن بنقدمه في هذه الحلقات، واللي أصلا هو مستند ومتكئ على ثقافة راسخة. بعد ذاك احتفظ ببقاؤه في خارطة الثقافة السودانية عشان العناصر بتاعت البقاء موجودة في مثل هذا النوع من الغناء. وبعدين هسه أنا بقول لكل الناس اللي بيستمعونا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة وبأبنائنا اللي شاركونا فيها، وعلى رأسهم أخي وصديقي الفنان الملحن مؤلف مجذوب أنثى، وابننا عبد الغفار عبد الوهاب، وابننا علي الأمين، وابننا أنور، وعماد الصبابي. ده هيختم لنا بأغنية رشيقة وجميلة ومعمولة بإيقاع راقص، وأنا شخصيا شفت كيف يؤديها الراحل المقيم إبراهيم عوض، وكيف يحيل الحفل كله إلى حفل راقص جميل بإيقاع رشيق وإيقاع جميل. مهما تغيب عني يا الحبيب، بعدك لي أنا وقربك لي قريب، أفتكر حاجة قربك قربك لي أي قربك لي هنا وبعدك لي الصعيد. ودي من رواية عبد الرحمن الريح العبقري الذي رحل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومصادفة يرحل هو ومحمد بشير عتيق في سنة واحدة، وكلاهما قدم إلى الغناء السوداني كنوز من الأغنيات الجميلة التي أطربتنا وتطرب أجيال وستطرب أجيال قادمة. وبقول برضو بنترحم على أحد الشعراء والملحنين الطاهر إبراهيم، يمكن نتناول له غنى في نتناوله في حلقات قادمة، وبرضو هو أصله الأصول حقته برضو
من الأصول النوبية، واحد الشعراء اللي بيلحنوا أغنياتهم وبيدوها للناس. يلا نسمع مهما تغيب عني يا الحبيب وعماد الصبابي. الحبيب مهما تغيب عني يا الحبيب، قربك لي هنوم بعدك لي صعيب. انا برضي بس انك مهما البعد طول، برني بستناك مهما البعد طول، اصل بحمامك انسى الهوى الاول. مهما تغيب يا حبيب، قربك لي هلاك بعدك لي يا هالي. مهما تغيب عني يا حبيب، قربك لي هنوم بعدك لي صعيب. تكتر الهموم. مهما تغيب عني الحبيب، قربك لي هنوم بعدك لي صعيب. لا 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 الهموم. مهما تغيب عني الحبيب، قربك لي هنا بعدك لي 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 لا 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 لا
حبيب مصمات لي هنا بعدك لي صعيد مصمات غيب يا الحبيب مصمات لي هنا بعدك لي صعيد مصمات غيب يا الحبيب مصمات لي هنا بعدك لي صعيد.